طاقتك العامة في هذه الفترة، أنت متواصل مع الروح مع هذا الشخص، احتمال بأنك تجده هو توأم لروحك، أو هو الشخص المناسب، أو أنت متعلق به بطريقة كبيرة، أو أنك متباعد عنه في هذه الفترة، تريد أن تكون لوحدك، تريد أن تحاسب نفسك على ما قمت به، على ما قام به هو، تريد أن تكون لوحدك متواصل مع الروح فقط، مع الله، محاسبة النفس، وتريد أن تفتح عينك الثالثة لعلك تجد شيئا غامضا لم تراه من قبل. ترى بأن هذا الحبيب إنسان عنيد قليلا، ربما متمسك بمادياته بشكل واضح، وهو أيضا متباعد عنك في هذه الفترة، هو يراقبك ولا يريد أن يقوم بأي خطوة تجاهك، هو يراك هكذا، وأنت بالفعل أنت تراه هكذا متباعد ومتمسك بمادياته وعنيد وغيور، وأنت لا تريد أن تكون في هذه الفترة، أنت تكون تحب أن تكون متباعد عنه في هذه الفترة، وتحاول أن تصل لحل، وتحاول أن تسأل روحك لعلك تجد جواب لسؤالك. هذا الحبيب يحن إليك كثيرا، هذا الحبيب يريد الرجوع إليك. إذا كنتما في خصام، هذه القراءة ربما تكونان أنت وهذا الشخص منذ فترة طويلة لم تروا بعضكما. أنتما احتمال تكونان في علاقة منذ زمن طويل، وأنت قد قطعت معه هذه العلاقة، هو قد قطع معك هذه العلاقة، وهو الآن يحن للرجوع إليك، يريد أن يرجع إليك، يريد أن يقدم لك هدية. احتمال بأن هذا أنت وهذا الحبيب كنتما في زواج منذ فترة طويلة وأنتما منفصلين، وهو يحن الآن للرجوع إليك، ولا يدري ما هي الطريقة التي يريد أن يكون معك بها، وأنت أيضا تريد أن تكون تريد أن تصل لحل هذه المشكلة. الحبيب متعب جدا، على عاتقه أحمال كبيرة، ربما كان مسؤول عن عائلة، مسؤول عن أولاد، ربما كان يعمل أعمال شاقة، هو متعب جدا، وهو لا يقدر على السير أكثر من ذلك، أو ربما هو محرج منك من موقف قد حصل بينكما، ولا يريد أن يريك وجهه، لعله هو خجل منك، لعله كان بينكما أمر وحصل بينكما انقطاع، وكان هو السبب، وهو خجلان منك لهذا السبب، أو بأنه متعب ولا يريد أن يتكلم بهذه الفترة، لكنك أنت تراه بأنه مستقر ماديا، وليس بالضرورة كما تراه هو يكون، أنت هكذا ترى، ولكن بالحقيقة هذا الشخص هو حنون جدا، عاطفي، محب، يحبك كثيرا هذا الشخص، وعنده أحمال كبيرة في حياته، وهو يعيش في ربما هذا الشخص هو متزوج حاليا، يعيش في علاقة أخرى، في زواج آخر، في حياة بسيطة سعيدة، هو يحصل هو في غاية السعادة الآن، ربما يكون عنده أولاد أبناء، وهو يعيش حياة مستقرة وهادئة، لكنه متعب، ربما يكون في حالة احتياج مادي، ربما يكون في حالة حنين لك، هو يعيش في أسرة وفي سعادة، لكنه حنين ومتعب من هذا الشوق الكبير، أو هذه الحمل الكبير الذي لا يقدر على تحمله أكثر. احتمال بأنكما كما قلت تكونان في علاقة زواج، كنتما في علاقة زواج، وقد حصل بينكما انفصال منذ فترة طويلة، وهذا الشخص يحن إليك كثيرا، يحن للرجوع إليك. إذا كنتما منفصلين، هذا الشخص يريد الرجوع، وهذا الكرت يقول هانيمون، احتمال بأنكما ستعودان إلى بعضكما، ويكون بينكما زواج من جديد في هذه الفترة، وإذا كنتما متعرفان على بعضكما
منذ فترة قصيرة. هذا الأمر، هذه العلاقة ستؤدي إلى زواج وإلى اتفاق. وإذا كنتما على خصام ومنذ فترة طويلة لم تروا بعضكما، كنتما على علاقة، فإنه سيعود إليك هذا الشخص وتكونان في سعادة. وبينك وبين هذا الشخص كما قلت حب كبير، بينك وبين هذا الشخص حب كبير. أنت تستحق الحب، أنت محبوب، أنت إنسان جدا محبوب، وهذا الشخص يحبك جدا. وإذا كنتما في قمت بأخطاء معينة مع باتجاه هذا الشخص، حاول أن تصلح هذا الأمر لعل الأمور تعود إلى ما كانت عليه. فهذه الكروت تقول لي بأن هذا الشخص يحبك ويريد الرجوع إليك. تقدم إلى الأمام فالنجاح بانتظارك. حاول أن تبدي أي خطوة باتجاه هذا الشخص، فهو سيتقبل منك احتمال كبير بأنه سيتقبل منك. إذا كنت تريد أن تعود إليه وأنت خائف متردد أيقبل أم لا، إنه سيقبل، لكن عليك بالمحاولة. أنت طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة قطع كلام مع هذا الشخص، أنت مبتعد عن هذا الشخص تماما. احتمال بأنك أنت وإذا كنتما تعملان سويا، أو إذا كنتما في من المفروض عليك أن تتكلم مع هذا الشخص ربما بشكل رسمي، أنت في هذه الفترة رسمي جدا، لا تظهر أي مشاعر على وجهك وأي أحاسيس، أنت تتعامل معه بطريقة رسمية إذا كنتما مضطرين لأنكما تتعاملان مع بعضكما. أما إذا كنت غير مضطر بأن تتعامل مع هذا الشخص، فأنت قد قطعت معه بالكلام في هذه الفترة. طاقة الحبيب لهذه القراءة هو في طاقة توازن، يحاول أن يعمل توازن في هذه الفترة. ربما كان هذا الشخص متسلط قليلا، يحاول يحب التسلط، ربما يريد أن يوزع على أشخاص مالا بقصد أن يكسبهم لصالحه، أو ربما يكون في هذه الفترة يحاول أن يعمل توازن مع، لأنه كما ظهر لي في الطاقة العامة هو على ظهره حمل ثقيل، ربما كان مسؤول عن عائلة وعن هموم مالية كبيرة، وهو يحاول أن يكون متوازن ماليا في هذه الحياة، يحاول أن يكون يحقق التوازن والعدل في حياته. ولكنه في طاقة هنا هذا الشخص احتمال بأنه يكون من أسرة ثرية، أسرة ذو أصول، ذات أصول ثرية، مرتاح ماديا هذا الشخص. وهذا الشخص احتمال بأنه يريد أن يعدل معك. إذا لم يكن معك بينك وبينه إنصاف، يحاول في طاقة، هو في طاقة عدل، يريد أن يعدل معك ويعيد إليك حقك إذا كان قد قصر معك هذا الشخص، أو إذا كنت قد قصرت مع هذا الشخص، فهو يريد أن تعيد له حقه. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت تحاول أن تعمل توازن بينك بين هذا الشخص وبين شخص آخر، بين أمرين في حياتك، ربما أمر مادي وأمر عاطفي. ربما ماديتك لا تسمح بإعادة هذا الشخص لحياتك، ربما أنت في علاقة أخرى كنت مع هذا الشخص منذ فترة طويلة وبعدتما عن بعضكما، وأنت الآن في علاقة أخرى، ربما أنت متردد في أخذ هذا القرار، لا تعرف ماذا تريد. مشاعر هذا الحبيب باتجاهك، هو يشعر بأنك أنت الرفاهية، أنت السعادة، أنت الثراء، أنت الغنى، أنت السلطة، معك الاستقرار، يكون معك الاستقرار، معك الحياة الهادئة، أنت صاحب قرارات، يشعر بأنه معك هو مرتاح في حياته، كان مرتاح. والآن كما ظهر لنا في هنا في الطاقة العامة، هذا الشخص هو متعب، هو يحن إليك جدا،
وهو متعب من الحياة، كان معك في غاية السعادة والرفاهية، هو كان مرتاح، باله مرتاح وجسده مرتاح، ولكن هو الآن متعب بدونك. هو يحن الرجوع إليك جدا. هذا الشخص يراك أنت العملة، يراك أنت في قلبه لك قيمة كبيرة، أنت يشعر بك وكأنك أنت الفرصة الثمينة التي ضاعت من حياته، ويريد أن يعيدها إليه بأي شكل من الأشكال. هو يشعر بك بأنك الطاقة، بأنك السعادة، بأنك الاستقرار المادي والاستقرار العاطفي. هو يحبك جدا وعنده انجذاب عالي جدا لك، ويريد معك بداية جديدة. هذا الشخص يراك الأمل، هو يرى فيك الأمل بمستقبل أفضل. نوايا الحبيب في هذه الفترة، هو يريد أن يجلس مع نفسه، يحاول أن يسترخي ويفكر في الأمر لعله يصل إلى حل. يحاول أن يتذكر، يعود إلى ذكريات الماضي، يعود إلى ما كان بينكما من حب وحنين. يحاول أن يكون مسترخي، ويحاول أن يصل إلى قرار يرضي الطرفين، ولكنه في هذه الفترة يحاول أن يكون مسترخي ومرتاح لعله يصل مؤخرا إلى قرار، ولكن هذا القرار لن يطول، سيكون هناك تواصل. هذه الخطوة القادمة سيكون هناك تواصل، لكن عن طريق الاتصال ليس وجها لوجه. سيكون بينكما أخذ وعطاء في الكلام، أخذ ورد، أنت هكذا عملت، ومعاتبة، وربما طاقة غضب، نقاشات كثيرة، وربما يكون إذا كان هذا الشخص مسافر بعيد عنك، ربما يأتي إليك ويحاول التواصل معك. بهذه الفترة سيكون بينكما كلام كثير على الإنترنت، هذه خطوة جدا جميلة. كما قلت، هذا الشخص إذا كان بعيدا سيحاول أن يأتي إليك، سيكون بينكما تواصل ويحاول أن يأتي إليك مسرعا. هذا الشخص ربما كان مع أحد الأشخاص، مع أحد أشخاص أفراد عائلته أو إلى ما شابه ذلك، إذا كنتما بعيدين. وإذا كنتما غير كنتما في زواج سابق وبعيدين عن بعضكما، فسيحاول أن يأخذك وتعيشان في مكان آخر، تعودان إلى بعضكما وتعيشان إلى مكان آخر بعيد عن المشاكل التي كانت هنا بينكما، وتجددان العلاقة وتقومان بشهر عسل إن شاء الله. وإذا كنتما في علاقة وأنتما الآن في خصام، فسيحاول أن يعيد هذه العلاقة كما كانت، وهذا الاتصال بينكما، وسترجع العلاقة كما كانت من أحسن. سيغير هذا الشخص الاتجاه من المشاكل، وسينقل هذه العلاقة من هذه المشاكل إلى مكان أفضل وأريح لك وله. تقول لك هذه البطاقة: اخرج من الصمت والحزن والاكتئاب الذي أنت فيه، لا تظل هكذا، اخرج لكي تأتي إليك طاقة إيجابية، ولكي تعطي هذه الطاقة للأشخاص الموجودين حولك. إذا بقيت هكذا لن يأتي هذا الشخص، لن يتحرك هذا الشخص ما دمت بهذه الطاقة. هذه الطاقة هي طاقة منفرة. اخرج من اكتئابك، تقدم إلى الأمام، فالنجاح بانتظارك. حاول الاستفادة من أخطائك. إذا كنت قد أخطأت، إذا كنت قد أعطيت هذا الشخص أكثر من حقه، أكثر ما، حاول الاستفادة من أخطائك. أعطي لهذا الشخص حقه بالعدل، كما هذه البطاقة. اعدل، لا تعطيه الكثير ولا تقلل عليه. حاول أن تخرج من هذه الطاقة، اخرج إلى الطبيعة، حاول أن تتعرف على الناس، اخرج معهم في نزهة، حاول أن تخرج من هذه الطاقة، والحبيب سيأتي وسيكون بينكما كلام.
إذا كنت في هذا الكلام وبقيت في هذه الطاقة وأصبح الكلام بينكما، سيكون الكلام قاسي وجارح وغضب، وستكون النتيجة رحيل بدلا من أن تكون قرب من هذا الشخص. فالنصيحة لك تقول: ابتعد عن هذه الطاقة السلبية، اخرج من هذه الطاقة السلبية، والأمور كلها بإذن الله ستتحسن. أنت تستحق الحب، أنت شخص محبوب. شكرا لكم مواليد العقرب على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.